وراحت يا خالي بلدي روح للناس يشوفونا خبر فوق راحت يا خالي بلدي روح للناس يشوفونا خبر فوق ويا ويلك خلتني بحال سمعونا ويا ويلك خلتني بحال يا ويلك كمان لا 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 وهذا النصيب الكتاب أحب أنا صغيرون أخاف لا لا يدور وهذا النصيب الكتاب سمعونا كمان أخاف لا 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 لا, لا يدور راحت يا خال خلت في البال سؤال كيف هي ليش هي وين هي في الحال مثل ولد وفاق الحنان اسد وعرين وهان قلت لها همس اختفى قالت لو ايش بردان الشوق لو بحر فانا غرقان في ينقذيني الصوت لو مطر فانا جفيت من صوتك الويني وانا اللي باي وقت تطلبيني تلقيني راحت يا خال وش صار مفلق عن ظنيني شبعتها بالشمس قالت للشمس بتغيب وبتشرب اليوم الثاني على اي مكان وجديد ما فهمت القصة فكرت مجرد تعبير لحد ما اجى الوقت وحالي بالعط مصحي اتزل على ما راح ويعتب على الانسان فوق حاملك الراحة استراح على ذي راحة شايف المستقبل من عين والتانية خايف تخسرها وتعليها يا خالي راح وراحت يا خال قالت لي روح للناس يشوفونا الخبر يفوح وراحت يا خال قالت لي روح للناس يشوفونا الخبر يفوح ويلا لا 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 خلتني بحالة يا ويلا يا لا 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 يا ويلا خلتني بحالة يا ويلا يا لا 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 وهذا النصيب ينكتب أحب أنا صغيرونا ويحبني لكن هلا أخاف لا 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 يدرون هذا النصيب والكتاب أحب أنا صغيرونا ويحبني لكن هلا أخاف لا يدرون شكراً.